بإذن الله اليوم بنتكلم عن المقاومة الكهربائية. في هذا الدرس بنتعرف على قانون أوم، وهو القانون اللي يجمع المقاومة بفرق الجهد وشدة التيار، وبنعرف تأثير هذه العوامل على بعضها البعض، وبنعبر عن هذا القانون رياضيا، وبنتعرف على وحدة قياس المقاومة. أثناء توصيلنا للدوائر الكهربائية نستخدم الأسلاك، وهذه الأسلاك تتميز بأنها تسمح بسهولة مرور الشحنات الكهربائية، يعني ما تقاوم مرور التيار. فيزيائياً نعبر عن هذا بقولنا إنها تمتلك مقاومة قليلة، فإذا شبهناها بالسيارات فكأن الطريق سالك لتلك السيارات، فهي تعبر بكل سهولة. بالمقابل إذا تم إضافة مقاومة في تلك الدائرة الكهربائية متصلة بالأسلاك، هذه المقاومة نلاحظ بأنها تعرقل مرور التيار، مثل المطبات اللي تكون في طريق السيارات تؤدي إلى عرقلة سير السيارة بشكل طبيعي. طيب إذن الحين إذا كوننا دائرة كهربائية مغلقة تتكون فقط من بطارية أو خلية وأسلاك، هذه الدائرة يتحقق فيها شرطي مرور التيار الكهربائي، اللي هي عبارة عن دائرة مغلقة وتحتوي على مصدر فرق جهد، فبالتالي رح يعبر التيار الكهربائي، لكن بسبب عدم وجود مقاومة موصلة في هذه الدائرة فإن التيار الخارج من البطارية والذي سيعبر عبر الأسلاك سيكون مقداره كبير جدا، لأن المقاومة في الدائرة قليلة جدا، اللي هي عبارة عن مقاومة الأسلاك أو تكاد تكون معدومة. مرور هذا التيار الكبير يشكل خطورة تتمثل في ارتفاع درجة حرارة مكونات الدائرة، لأن لا يوجد أي مكون في الدائرة يعرقل ويخفف من مرور التيار. إذا نستنتج أن المقاومة تعرف على أنها مدى ممانعة تدفق التيار الكهربائي في جهاز أو مكون في الدائرة الكهربائية. الأجهزة اللي نوصلها في الدائرة الكهربائية جميعها تمتلك مقاومة، مثل المصباح أو أي أداة كهربائية أخرى. بشكل عام يرمز للمقاومة في الدائرة الكهربائية بهذا الرمز. إذا نستنتج أن كلما تزداد المقاومة يقل التيار مع ثبوت فرق الجهد، إذا العلاقة بينهم علاقة عكسية، يعني هنا إذا قللنا المقاومة نلاحظ بأن التيار اللي سيعبر سيكون كبير، بينما في هذه الحالة زيدنا المقاومة إذا التيار سيكون أقل. المقاومة لما نحل عنها مسائل نرمز لها بالرمز R، لأن باللغة الإنجليزية اسمها resistance، ونرمز لها في الدائرة بهذا الرمز، ووحدة قياسها الأوم نكتبها بهذه الطريقة، والقانون الرياضي الذي يعطي العلاقة بين شدة التيار والمقاومة وفرق الجهد يطلق عليه قانون أوم. قانون أوم فيه أن R اللي هي المقاومة تساوي فرق الجهد V مقسومة على التيار I، فبالتالي إذا رسمنا المثلث راح يعطيني الـ V فوق الـ R والـ I تحت. إذا نستطيع أن نستنتج قانونين آخرين اللي هي I تساوي V على R و V تساوي R مضروبة في الـ I. من هذا المثلث سبق وذكرنا أن علاقة المقاومة بشدة التيار علاقة عكسية، طبعا مع ثبوت العامل الثالث اللي هو فرق الجهد. طيب إذا جينا ندرس علاقة فرق الجهد مع شدة التيار بنحصل أن العلاقة علاقة طردية مع ثبوت المقاومة، وعلاقة فرق الجهد مع المقاومة علاقة طردية مع ثبوت التيار. عشان نقدر نستوعب هذه العلاقات، بالنسبة للعلاقة العكسية بين المقاومة والتيار، فإحنا نعرف أن البطارية تعطي الشحنات طاقة، وكلما هذه الشحنات عبرت من خلال المقاومة فإنها تفقد جزء من طاقتها، فطبيعي إذا كانت عندي المقاومة عالية فإن الشحنات اللي تعبر راح يكون عددها أقل، إذن يقل التيار، فنستنتج أنه يقل التيار بزيادة المقاومة مع ثبوت فرق الجهد. العلاقة الثانية هي العلاقة الطردية بين فرق الجهد وشدة التيار، يعني أنا ممكن أني أزيد عدد الشحنات اللي يعبر خلال السلك في الثانية الواحدة إذا زيدت الطاقة اللي تمتلكها هذه الشحنات، طبعاً مع ثبوت المقاومة.
العلاقة الثالثة والأخيرة اللي هي العلاقة بين فرق الجهد والمقاومة. فإذا أنا كنت أريد أحصل على تيار ثابت، إذن يتوجب علينا زيادة طاقة الشحنات عند زيادة عرقلة مرور الشحنات بزيادة المقاومة. إذن يزداد فرق الجهد بزيادة المقاومة للحصول على شدة تيار ثابتة. وممكن نفهم العلاقات بكل سهولة بالتعويض بأرقام بسيطة في المثلث. يعني عندنا العلاقة الطردية بين V و R مع ثبوت I، نرسم مثلثين ونثبت فيهم قيمة التيار اللي هي مثلاً على سبيل المثال 5، ونغير V ونشوف ماذا سيحدث لR. ناخذ القيمة الأولى لV على سبيل المثال 5، إذن في هذا المثلث قيمة R راح تكون 1. إذا أنا زيدت V وجعلتها 10، فعشان قيم المثلث تعطيني قيم صحيحة لازم R تكون 2، لأن 2 ضرب 5 يعطيني 10. فألاحظ أني لما أزيد V تزداد R، إذن العلاقة بينهم علاقة طردية. بنفس الطريقة نستطيع نستنتج العلاقة العكسية بين R و I مع ثبوت V. نثبت V في هذه الحالة على سبيل المثال ال V تساوي 10، إذن 10 ممكن تكون 10 ضرب 1، ممكن تكون 5 ضرب 2. فألاحظ أني لما غيرت ال I من 1 زيدته إلى 2، المقاومة كانت 10 وصارت 5، معناته قلت المقاومة. إذن هذا يعطيني العلاقة العكسية. أيضا في الحالة الأخيرة، العلاقة الطردية بين V و I مع ثبوت R. R في الحالتين على سبيل المثال 5، القيمة الأولى اللي بحطها مثلا فرق الجهد يساوي 5، فبالتالي التيار رح يعطيني 1. إذا زيدت فرق الجهد إلى 10، يجب أن يزيد التيار ويصبح 2 عشان يعطيني المثلث قيم صحيحة، وهذا يعطيني العلاقة الطردية. إذا نرجع للمثلث، إذا كانت المقاومة عندنا 10 أوم وكان فرق الجهد بين طرفيها 10 فولت، فإن التيار الذي يمر من خلالها بيكون قيمته 1 أمبير. لما نجي نعبر عنها رياضيا نلاحظ أن 10 أوم تساوي 10 تقسيم 1 فولت على أمبير. نلاحظ أن هنا يجب أن تكون الأرقام متكافئة على الجهتين اليمين واليسار من اليساوي، يعني اليمين عندي 10 على 1 اللي هي 10، واليسار أيضا 10، والوحدات الأوم تكافئ فولت مقسوم على الأمبير. طبعا مقاومة كل مكون من مكونات الدائرة يعتمد على المواد المكونة له وتركيب ذلك المكون. وبشكل عام تكون مكتوبة مقاومة أي جهاز كهربائي نشتريه من المعلومات المسجلة على ذلك الجهاز، لكن يمكننا بكل بساطة حساب المقاومة عن طريق تكوين مثل هذه الدائرة الكهربائية البسيطة، اللي هي نوصل المقاومة بمصدر فرق الجهد وأسلاك ونكون دائرة كهربائية، ونضيف أميتر على التوالي حتى يقوم بقياس شدة التيار المارة من خلال تلك المقاومة، ونوصل فولتمتر على التوازي مع تلك المقاومة. مثلاً إذا كانت قراءة الأميتر 2/100 أمبير وكانت قراءة الفولتمتر 10 فولت، المقاومة R في هذه الحالة ستكون مجهولة. ممكن أيضاً أن نرسم هذه الرسمة بشكل تخطيطي أبسط بهذا الشكل، بحيث أن السهم اللي يمر من خلال المقاومة يعبر عن شدة التيار، ونكتب قيمة شدة التيار أسفل السهم، وأعلى المقاومة نرسم سهم ذو رأسين ونضع قيمة فرق الجهد بين طرفي هذه المقاومة. كذا نكون عبرنا عن شدة التيار وعن فرق الجهد. تبقى لنا قيمة المقاومة هي المجهولة، نكتب R وعلامة استفهام تحت المقاومة، ومن ثم يمكننا استخدام قانون أوم اللي هو R تساوي V على I، نعوض عن القيم يساوي 10 فولت مقسومة على 2/100 أمبير، والناتج يمكننا الحصول عليه بالآلة الحاسبة ويساوي 500 أوم. في طريقة أيضا يمكننا منها زيادة دقة قيمة المقاومة اللي نقوم بحسابها، وهي عن طريق استبدال الخلية أو البطارية أو مصدر فرق الجهد والقوة الدافعة الكهربائية الثابتة بمصدر جهد متغير، بمعنى أن إحنا ممكن أن نتحكم بمقدار فرق الجهد اللي نعطيه للدائرة الكهربائية.
فيمكننا إنشاء جدول نأخذ فيه مجموعة من القراءات، يعني نغير مقدار فرق الجهد اللي أنا أعطيه لهذه المقاومة، بالتالي يتغير التيار. إذن في كل قراءة من هذه القراءات راح نأخذ قراءة الفولتمتر وقراءة الأميتر ونرجع نغير مصدر فرق الجهد ونأخذ مرة ثانية قراءة الفولتمتر والأميتر وهكذا. عندي مجموعة من القراءات الجاهزة اللي حصلنا عليها من تجربة ما. نلاحظ طبعا العلاقة الطردية بين فرق الجهد وشدة التيار، إن كلما زدنا فرق الجهد تزداد شدة التيار. أما بالنسبة لخانة المقاومة فيمكننا حسابها باستخدام قانون أوم، يعني لكل قراءة من هذه القراءات نأخذ قيمة فرق الجهد ونقسمها على شدة التيار. إذا عملنا هذه الحسابات لكل قراءة من القراءات اللي أخذناها راح نلاحظ أن قيمة المقاومة تتذبذب قليلا، مع أن إحنا المقاومة اللي وصلناها في الدائرة مقاومة ثابتة، معناتها قيمتها قيمة ثابتة. هذا التذبذب القليل طبيعي بسبب طريقة أخذ القراءة ودقة الأجهزة وعوامل أخرى، لكنها أهم شيء تكون القراءات متقاربة. فحتى نحصل على القراءة الدقيقة للمقاومة فإننا نأخذ المتوسط الحسابي للقيم اللي حصلنا عليها، والمتوسط الحسابي نحصل عليه عن طريق مجموع القيم للمقاومات المختلفة مقسوم على عددها، فنعوض عن القيم المختلفة اللي حصلناها للمقاومة تقسيم عدد هذه القيم اللي هي 6 قيم حصلنا عليها من الجدول. إذا أجرينا هذه العملية الرياضية رح نحصل على أن قيمة المقاومة تساوي 24.8 أوم. وبعد مشاهدتكم للدرس بإمكانكم الإجابة على أسئلة التقييم الذاتي من خلال الضغط على الرابط أسفل الفيديو. وبكذا نكون خلصنا هذا الدرس من كتاب كامبريدج في الفيزياء للصف التاسع للمناهج العمانية.